وفي أبيان يهدد عمود كهربائي ضغط عالي أي للسقوط حياة العديد من السكان وسط مدينة زنجبار. وأفاد السكان المحليون أن العمود الكهربائي تعرض لحادث اصطدام قبل 10 أيام، ما جعله يخرج من موقعه وسط البوردرات في الخط الرئيس المؤدي للبحث الجنائي وجولة شقرة إلى وسط خط السيارات مثبتا بأسلاك كهرباء الضغط العالي. وشك السكان مما وصفوه باللامبالاة من قبل إدارة كهرباء المحافظة حيال الخطر المحدق بهم نتيجة لوضعية العمود الكهربائي الآي للسقوط، حيث أصبح يهدد سلامة وحياة المرة، بالإضافة إلى أنه قد يؤدي لحوادث مرورية. بإبلاغ مكاتب السلطة المحلية في مديرية زنجبار كلها، منها مكتب المأمور ومكتب إدارة الكهرباء، تواصلنا مع مكتب زنجبار الكهرباء وبلغوا مكيش مدير الكهرباء، ولا في أي استجابة للآن. كان بهلا 10 أيام أو أكثر في الخط الرئيسي، بتعمل حادث بأي سيارة وبتسقط الكامبات كلها، هذه كلها مرتبطة بها، بتسقط كامل وبتجلس الكهرباء بدل ما هي 10 أيام عاضل بتجلس 3 أشهر 4 أشهر، ما حد قدر يصلح كامبة. الآن يلحقوا العطال هذا يصلحوه قبل ما تكبر المشكلة.